وهذه صور الآن تردنا للمعارك الجوية التي خاضتها القوات الروسية مع القوات الجوية الأوكرانية. إذن معارك جوية، مع العلم أن الطائرات الأوكرانية والطائرات الروسية هي من ذات المصدر، سواء كانت ميغ أو سوخوي، ولكن المعارك تدور في أجواء المدن الروسية بين هاتين القوتين الجويتين. بالطبع لا يمكن مقارنة القوة يعني العسكرية الهائلة لروسيا بالقوة المتواضعة للجيش الأوكراني. مع ذلك سمعنا أنباء متضاربة من الطرفين، يعني الروس أكدوا أنهم أسقطوا عدد من المقاتلات الأوكرانية مع المروحيات والطائرات المسيرة، في حين نفت كييف ذلك وأكدت العكس أنها هي من أسقطت هذه الطائرات.